السلام عليكم. مرحبا بك في بلدك الثاني. ان شاء الله باذن الله. كيف جاك التنظيم؟ التنظيم اول مره اشوف مباراه داخل المغرب منظمه، وان شاء الله الامور تحت السيطره، الامور كلها تحت السيطره، الامن مسيطر. جينا قبل كده 2 ماتش قبل كده بقينا ماشيين مش مبسوطين، اما المره دي اول مره اشوف النظام تقريبا، لان المغرب مقدم للكاس العالم. عشان كده عايز ربما ما كاينش جماهير الوداد، جماهيرنا عظيمه وجماهير كويسه، وان شاء الله الفوز للاهلي. هو الوداد بيقول لك مرحبا بك. اهلا بك، اهلا بك. الوداد ان شاء الله نرجع بالكاس. هذا هو الشعب المغربي، الشعب المضياف. وانا 20 سنه عايش في المغرب. تبارك الله عليك. اذا كيف ما شاهدتوا، واحد كان واحد الحب الاخوه ما بين مشجع ودادي ومشجع اهلاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. المباراه ان شاء الله تبارك الله عليك. دقيقه. السلام عليكم. المباراه عطونا كلمه. مرحبا بكم. بعدا مرحبا بكم. احنا اخوه ولا رابح؟ هذا هو. مرحبا بيه وبالتوفيق للاهلي والوزن. شحال ان شاء الله؟ شحال توقعات للاهداف؟ 1-1 2-1 للاهلي. تبارك الله عليك. احنا كلنا اخوات، الاهلي يكسب الوداد يخسر ما فيش مشكله يا جماعه. خاوه خاوه. تبارك الله عليكم. اذا صراحه حتى الشعب الاهلي، واحد الناس المصريين، واحد الناس اللي هما طيبين. معنا الاخ الودادي اللي صافح المشجع ديال الاهلي. صراحه تبارك الله عليك. اعطينا شي نخوش في الاسلام اخويا، هذه تتبقى روح رياضيه. اذا ان شاء الله التوقعات ديالك. التوقعات ديالي ماشي يكون صعيب شويه، يكون بشي 2-1 للوداد ان شاء الله. 2-1 ولا 1-0 ان شاء الله. 2-1 ان شاء الله ولا 1-0. عقل على مولاي باك. تبارك الله عليك. شكرا لك. السلام عليكم. باغي ندخل وعشيري دابا. ها باغي ندخل اخوان. الاغلبيه دابا راه مستريسي، باغي يشد بلاصته. شديتي بلاصتك ولا مازال؟ ودور سير اش من زون عندك وسيل السات اخويا. السات صورات حبيبي. مرحبا بكم. اش قرب. احنا معاك. لمن بتوجه التحيه؟ رجال الامن الله يكرمهم. كيف جاك التنظيم؟ لا الله ينور. رجال الامن سواء الماتش ده سواء ماتش الرجاء، الصراحه عملوا معنا فوق الواجب والله، الله يكبر بيهم يعني. والجماهير الوداديه لا 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 10 على 10 ما فيش اي مشكله. ان شاء الله التوقعات ديالك ان شاء الله بيهضر معاك. التوقعات ان شاء الله في المباراه. احنا عايزين مباراه دوز مزيانه وخلاص. ظروف تكون روح رياضيه بس اللي يلعب مزيان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم في بلدكم الثاني. اهلا وسهلا. نشوف ان شاء الله المباراه. ان شاء الله مباراه كويسه. كلنا مغاربه اخوان، مغاربه ومصريين اخوان. كتشوف مباراة اخوات ان شاء الله نتعادل 1-1 ونطلع مبسوطين كلنا. كيف كتشوف نادي الوداد الرياضي؟ واش خصم قوي؟ فريق جامد طبعا. فريق قوي جدا. قوي جدا. النتيجه توقعات في المباراه؟ 1-1 نطلع حبايب 1-1 ان شاء الله. 1-1 11 يوم. ندخل منين بقى الباب؟ الباب منين ندخل منين؟ رشدوك العناصر الامنيه. ماشي حبيبي. كيف جاك التنظيم اخي؟ هايل يا وايل. ممكن اسيب لك تذكره؟ واحد صاحبي جاي تديها له على الباب. لا ما نتحملش مسؤوليه. ما نكذبش عليك، ما نتحملش مسؤوليه. الماتش هيخلص. مرحبا بك. 2-1 للاهلي ان شاء الله. 2-1 للاهلي. شكرا لك. يلا دير فوق. غيديو معاهم 5-0 ان شاء الله. نعم غيديو معاهم 5-0 اليوم ان شاء الله. وجدت لهم شي باكيه باش غيديو؟ موجوده. سخنوا الطياره، سخنوا يا جماعه. راك عليهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.